السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من مترو الصحافة نتابع فيها، نلخص ما كان في أسبوع حافل بالأحداث. بدأ بدخول خلية من الجنود متنكرة إلى عمق 3 كيلومتر داخل قطاع غزة من قوات الاحتلال، فانفضح أمرها فقوبلت بإطلاق النار. دخلوا 5 فخرجوا 4 أحياء من السيارة وأحدهم مصابا. بعدها كان عدوان إسرائيلي على غزة وارتقاء شهداء، بعدها قصف من المقاومة إلى داخل العمق الإسرائيلي، نحو 400 قذيفة. لم تتمكن القبة الحديدية إلا من اعتراض 70 منها فقط، وكان هنالك قتلى وإصابات داخل إسرائيل. بعدها وصلت إسرائيل إلى هدنة مع الفلسطينيين، ما أدى إلى استقالة الذي هددنا كثيرا ليبرمان. اخترنا لكم هذه الأخبار التي كانت على مدار هذا الأسبوع. قبلها نبدأ عالميا ثم محليا وإسرائيليا، ثم معي سيكون عبر الهاتف رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي، ونختم بمقال يلخص الأسبوع الذي كانت فيه الجولة الثانية من انتخابات السلطات المحلية. وإلى صحيفة رأي اليوم. في رأي اليوم، جاء تعتيم إسرائيلي كامل على العملية بالقطاع، وترجيحات بأن القوة الخاصة اكتشفت عندما كانت تجمع معلومات عن البنية التحتية لحماس ومصير جثث الجنود بغزة. وجاء في الخبر أول الأسبوع، ما زالت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض حظرا شاملا وكاملا على تفاصيل العملية التي نفذتها قوة مختارة ونخبوية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من ليلة يوم الأحد الماضي، وذلك في عمق الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة عميد. وحتى اللحظة لم تسمح الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل الضابط ذلك حتى حينها، والذي تم نقله إلى مستشفى سيروكا. وكان هنالك حديث بأن هدف العملية اغتيال أحد قادة حماس، ولكن الجيش الإسرائيلي الاحتلال نفى ذلك. وفي سياق منفصل ولكن يمكن أن نربطه بالأحداث، في رويترز جاء تصريح لنصر الله بداية الأسبوع، قال فيه بأن حزب الله سيرد على أي هجوم إسرائيلي على لبنان. وأضاف نصر الله في كلمة تلفزيونية ألقاها بداية الأسبوع، أي اعتداء على لبنان وأي غارة جوية على لبنان وأي قصف على لبنان سنرد عليه حتما 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 3 مرات. وقال لن يكون مقبولا إلا أن يعود العدو يستبيح لبنان كما كان يفعل في العقود الماضية. وأيضا كانت هذا الأسبوع على الطاولة مسألة العقوبات الأمريكية على إيران. فمثلا جاء في وكالة الأناضول نقلا عن روحاني، واشنطن اختارت الطريق الخطأ عبر فرضها عقوبات. وأضاف بالتأكيد سيهزم الأمريكيون في هذا الطريق الذي اختاروه خطأ، إذا كانوا صادقين بشأن الأمن الإقليمي فهذا الطريق ليس صحيحا، إذا كانوا صادقين ويحترمون الشعب الإيراني فليس هذا هو الطريق الصحيح. وبيّن روحاني أن الولايات المتحدة لم تحترم القوانين الدولية. وإلى أمريكا، جاء في روسيا اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا إلى 66 شخصا. وفي رويترز، ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار في الأردن إلى 10 قتلى. والآن إلى الشأن الفلسطيني الذي أيضا تصدر العناوين العالمية، عن ما كان خلال الأسبوع. أيضا الصحافة الإسرائيلية تحدثت عن التطورات الأخيرة الدراماتيكية المفاجئة والتي أدت إلى سقوط ليبرمان وأجبرته لأن يستقيل. ويا لخيبة جندي، سمع ليبرمان كثيرا يقول بأنهم سيهزمون الفلسطينيين، يجلس طويلا على الحدود، ثم سمع بأن من كان يحرضه ويقول بأنه يسير أمامه بأنهم سينتصرون وسيكسرون الشوكة الفلسطينية، هذا الشخص تركه على الحدود واستقل. نبدأ مع وكالة وفا محليا فلسطينيا، ثم إلى الصحافة الإسرائيلية. استشهاد شاب يرفع عدد الشهداء في غزة إلى 7، هذا ما كان أول أسبوع. ونقرأ أسماء الشهداء. الشاب عمر ناجي مسلم أبو خاطر، 21 عام،
قتل بقصف صاروخي من طيران الحربية الإسرائيلية شرق خان يونس. ومن الشهداء أيضا نور الدين محمد سلامي بركي 37 عام، ومحمد ماجد موسى القرة 23 عام، وعلاء الدين محمد كويدر 22 عام، ومصطفى حسن محمد أبو عودي 21 عام، ومحمود عطل مصبح 25 عام، وعلاء نصر الله عبد الله سيفس 24 عام، وذلك بعد استهدافهم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف من الطيران الحربي. وجاء بأن الأباتشي والأف 16 شاركت بهذه العمليات بهذا القصف، وذلك بعد أن غطت طائرات الاحتلال سماء قطاع غزة في ليلة قاسية كانت يوم الأحد الماضي. ومما جاء في موقع والله أيضا خلال الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن القوة وإنقاذها تحت النيران، في إشارة للقوة 5 جنود دخلوا في سيارة مدنية وفضح أمرهم. وهكذا أتلفت العملية العسكرية في غزة. توغلت قوة خاصة من جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذه ترجمة حرفية، في عمق قطاع غزة كجزء من عملية جمع معلومات استخباراتية، لكن عملاء حماس اكتشفوها. وفي تبادل لإطلاق النار قتل ضابط برتبة ملازم وأصيب آخر بجروح متوسطة. بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية إنقاذ وغطى المنطقة بالطائرات حتى أنقذ بقية الجنود. في أرض جاء الخبر التالي: الحادث في قطاع غزة هو عملية كشف أمرها وليست عملية اغتيال. على الرغم من القتل الذي كان، وجاء في هآرتس بأنه ليس صحيحا بأن القوة أرادت بأن تنفذ عملية اغتيال، إنما دخلت في عملية مخابراتية لم تكشف تفاصيلها بعد، ولاحقا فضح أمرها، وبعد تبادل لإطلاق النار قتل أحد الجنود. ومن الخبر الذي كان في هآرتس إلى خبر في موقع بكرة: منظومة القبة الحديدية اعترضت نحو 70 صاروخا فقط، أما بقية الصواريخ فقد سقطت على أكثر فقد سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية. 10 صواريخ داخل مناطق سكنية مأهولة في عسقلان ونتيفوت وزديروت، ما تسبب بأضرار جسيمة وخاصة في زديروت، حيث تسببت الصواريخ باندلاع النيران في مصنع كبير ومحطة غاز. أما في وفا فقد جاء أيضا وزير جيش الاحتلال أفيكتور ليبرمان يستقيل من منصبه. أعلن وزير جيش الاحتلال أفيكتور ليبرمان استقالته من منصبه، وطلب الاتفاق على موعد محدد لانتخابات مبكرة. وكان مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قالوا إنه في حال استقالة ليبرمان فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه نحو الانتخابات المبكرة. في دوات أحرونوت جاء ما يلي عن ليبرمان قبل أيام: ليبرمان يستقيل ويدعو إلى إجراء انتخابات. وقال ليبرمان: لقد استسلمنا للإرهاب حسب وصفه. أعلن وزير الدفاع استقالته، وهذه ترجمة حرفية: أذكر، نحن نشتري الهدوء على المدى القصير بسعر ضربة قاسية للأمان. وجدنا خطأ، ستدخل الاستقالة في غضون 48 ساعة. وحماس قالت: انتصرنا، تسببنا في زلزال سياسي داخل إسرائيل، وتحولت العيون نحو كحل الذي من المتوقع أن يجتمع مع نتنياهو خلال أيام قريبة. في واينت بينيت يطلب من نتنياهو قبول وزارة الدفاع لكي تعود إسرائيل إلى الأبد كما قال بينيت. قال وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يطالب وزارة الدفاع بدلاً من وزير المستقيل أفيكتور ليبرمان في مؤتمر لجهاز التعليم: بصفتي وزيراً للدفاع أعتزم جلب الابتكار وروح القتال لإسرائيل. وأخيراً في هآرتس، درعي ينضم إلى كحل ويدعوان نتنياهو لتقريب موعد الانتخابات. بدأ رئيس الوزراء مشاوراته مع قادة التحالف بعد استقالة ليبرمان، وأوضح وزير المالية لرئيس الوزراء أن الاستقرار في الوضع الحالي لا يمكن تحقيقه، وبالتالي فإن المسؤولية الكاملة هي إقامة حكومة جديدة ومستقرة، ووافقه الرأي وزير الداخلية درعي. إذن ليبرمان استقال بعد سلسلة أحداث بدأت في خلية كشف أمرها وفضحت، وقتيل، ثم غارات إسرائيلية على غزة، ثم قصف من غزة إلى إسرائيل، ثم تهدئة، ثم استقالة ليبرمان عضو الكنيست رئيس القائمة المشتركة. أيمن عودي، مرحبا بك.
أهلا أخي وائل وجميع الأهل المشاهدين. أهلا بك عزيزي. أستاذ أيمن، ماذا تقرأ أو كيف تفسر استقالة ليبرمان؟ هل هي فعلا انتصار للمقاومة أم تقرأ جوانب أخرى للموضوع؟ هنالك انتصار للمقاومة بالتأكيد، وأيضا مجرد تخوف نتنياهو من استمرار الصراع وحالة حرب أو أي معركة ومناوشات لعدة أيام مع المقاومة، فهو انتصار للمقاومة بالتأكيد، لأن مفهوم الردع بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل لا تتحمل ما يتحمله الشعب الفلسطيني لسبب بسيط، أن الشعب الفلسطيني يدافع عن وجوده بينما إسرائيل تدافع عن احتلالها، والذي يدافع عن وجوده لا يوجد لديه ما يخسر لأن ظهره إلى الحائط، فهو يريد أن يتصدى بكل السبل، بينما إسرائيل مع فائض قوتها ومع فائض اقتصادها ومع فائض رفاهيتها، فهي لا تريد أن يستمر الوضع إلى عدة أيام أو أسابيع. لهذا بأي حال من الأحوال هو بالتأكيد انتصار للمقاومة أو لمفهوم الردع. أريد أن أقول بأن الأمر بالنسبة لليبرمان هو أمر تكتيكي، يعني لو حدث هذا الأمر قبل سنة لما استقال ليبرمان. ليبرمان يعرف أن الانتخابات ستكون في غضون شهور، هذا مؤكد، حتى الموعد الرسمي هو في شهر تشرين 2019، ولكن واضح أن الكنيسة سترفض خلال عدة شهور، وهو الذي بدأ، يعني كان عمله السياسي مرتبط بتصريحات عالية من قصف سد أسوان إلى قتل إسماعيل هنية خلال 48 ساعة وغيرها من التصريحات. عندما أصبح وزيرا للأمن الناس يرون بأنه لا يستطيع أن يقوم بأي شيء سوى ما قام به من سبقه، ولهذا فهو بوضع شعبي سيء للغاية، يكاد لا يجتاز نسبة الحسم. مهم التأكيد أنه هو بنفسه الذي رفع نسبة الحسم هذه. لهذا فليبرمان يقول أن الانتخابات بأي حالة ستكون في غضون شهور، فلماذا أنا أتحمل المسؤولية لوحدي كوزير للأمن، لا سيما بأن بنت يصرح ضده بشكل دائم، وداخل جمهوره اليميني أصبح وضعه سيئا للغاية. لهذا فالاعتبار الانتخابي بالنسبة لليبرمان كان هو الاعتبار الأساسي. نعم أستاذ أيمن، هل تتوقعون، يعني بنت يقول الآن أعطوني وزارة الأمن لكي تستمر الحكومة، هل تتوقع أن يسمع نتنياهو هذه النداءات وأن يعطي الوزارة وتستمر حتى أشهر أو انتهاء الدورة، أم تتوقع انتخابات قريبة جدا وفضل الحكومة فورا؟ هنالك شيء مؤكد، وهو أن نتنياهو لا يريد انتخابات على خلفية غزة، هذا هو الأمر الأساس. يعني كل ما يريد نتنياهو الآن هو أن يربح شهر حتى شهرين ويختلق أزمة جديدة، وعلى أثر تلك الأزمة يذهب إلى الانتخابات. يعني هو لا يريد طيلة ثلاثة أشهر أربعة أشهر الناس تقول أن الانتخابات حصلت بسبب الفشل في غزة، هو رئيس الحكومة وهو يعتبر نفسه المختص بقضايا الإرهاب وله كتاب شهير حول قضايا الإرهاب، وبالنسبة له على هذه القضية تحديدا أن تذهب إسرائيل إلى الانتخابات هذه خسارة بدون شك. لهذا نتنياهو يريد أن يربح جزءا من الوقت، على فكرة خلال سنة كاملة هو اللي بده يروح انتخابات مبكرة وأعضاء الائتلاف اللي بمنعوه. اليوم الوضع مختلف، يعني كحلون بالأمس وجه له رسالة يقول لها بأن المماطلة تسيل الاقتصاد، اذهب إلى انتخابات مبكرة، ونتنياهو الآن هو الذي يريد أن يكسب بعض الشهور. أريد أن أقول بالنسبة لبنت، أنا أرجح بأن نتنياهو لن يعطي هذه الوزارة لبنت، لأنها يعني وزارة يعني لبضع أشهر، خلال هذه الأشهر بنت سيتصرف بالأساس انتخابات بمفهوم أنه سيكون قاسيا بشكل خاص من أجل أن يحقق نجاح انتخابي لدى جمهوره اليميني المتطرف، ونتنياهو يرى بأن هذا الأمر أيضا سيسبب له فشلا انتخابيا، بالإضافة إلى العلاقة المقيتة بينه وبين بنت. نعم أستاذ أيمن، يعني انتخابات تقترب تبتعد، مناوشات داخل الحكومة، هل القائمة المشتركة دور في كل ذلك أم أنها تنأى بنفسها عن كل هذا كجزء من المعارضة أو حتى معارضة داخل المعارضة؟ واضح أننا الأبعد بهذه المعادلة. كل المعارضة عموما ليس له بيد بإسقاط حكومة بشكل مباشر، يعني لا المعسكر الصهيوني ولا يائير لبيد، يعني أنا لا أعرف من سمع عن يائير لبيد بالأشهر الأخيرة، ولا ميرتس بالطبع، والقائمة المشتركة
هي ليس معارضة تقليدية، هي عبارة عن ممثلين المواطنين العرب الذين يعني ينزع عنهم الشرعية، ولكن نحن موقفنا واضح وهو انتخابات أسرع ما يمكن، هكذا كان موقفنا في السابق وهكذا الآن. نحن نعتبر هذه الحكومة هي الأشد خطرا، الأشد يمينية، وكل إنسان يستطيع أن يرى ذلك. لهذا فنحن متواجدون بالكنيسة، واليوم الكنيسة تنفع على 61 عضو، فكل عضو موجود بالكنيسة هو مؤثر. لهذا 13 نائب القائم المشترك يجب أن يتواجدوا دائما. على فكرة هذا أمر معيق جدا جدا للحكومة، يعني فقط 61 وفيهن يعني بلا مؤاخذة هذا الأورن حازان وغيره، يعني هذا الأمر لا يمكن للحكومة أن تستمر بهذا الشكل أبدا. العزيز رئيس القائمة المشتركة المحامي أيمن عودي، شكرا جزيلا لك على هذا الموقف والتحليل لما يكون في خلال الساعات والأيام الأخيرة. من هنا إلى ما كان في انتخابات السلطات المحلية، كانت الجولة الثانية في 28 بلدة. البلدات العربية ما زالت تنزح تحت عنف الانتخابات، وهنالك من يقول بأننا ازددنا تنوعا وتلونا، ولكن هنالك من يقول بأننا ازددنا عصبية وقبلية وتخلفات على أشكالها وشرذمة. يحاول تحليل أولي البروفيسور ثابت أبو راس كتب هذا المقال نقرأه. الانتخابات المحلية وضرورة مكافحة العنف، مقال للبروفيسور ثابت أبو راس. ها قد وضعت الحرب الانتخابية أوزارها والتي جرت في 76 سلطة محلية عربية، وتم انتخاب أو إعادة انتخاب 48 رئيساً في الجولة الأولى و28 آخرين في الجولة الثانية من الانتخابات. كذلك تم انتخاب مرشحين جدداً في غالبية سلطاتنا المحلية. مبروك لمن فاز وحظاً أوفر لمن لم يفز في الجولات القادمة. الكثير قيل وسيقال عن هذه المعركة وخصوصياتها، لكن لابد من تلخيص أولي لما شاهدناه من حالة فلتان وعنف لم نعطه حقه من التحليل. قد كانت هذه الانتخابات أعنف وأشرس معركة انتخابات محلية في تاريخ البلاد، فبالإضافة لانتخاب الرؤساء والأعضاء نجحنا في ترك كمية من الكراهية والحقد والتي ستلازمنا في السنوات القادمة. مجتمعنا يزداد شرذمة وليس تعددية كما يدعي البعض. أوساط واسعة في مجتمعنا لا تتقبل الآخر، ومنها من هو بعيد عن تقبل الديمقراطية كمبدأ. لقد أغضبني جدا ما حدث في بلدي قلنسوة من عنف لم يسبق له مثيل في تاريخ البلدة، تتوج في إجبار مرشح متقدم من الانسحاب من معركة الانتخابات تحت تهديد السلاح، وحرق قسم من الطابق العلوي من بناية البلدية، مرورا بإلقاء القنابل على بيت أحد الناشطين لإحدى القوائم الانتخابية، الأمر الذي أثر سلبيا على مجرى الانتخابات وأدى إلى الهبوط في نسبة المقترعين إلى 70% بعد أن كانت 83% في العام 2013. رأينا الكثير الكثير في هذه الانتخابات من تدخل وزراء في الحكومة الإسرائيلية علناً لصالح مرشحين معينين، إلى استعمال المال السياسي وشراء الذمم، من استعمال العنف والإرهاب ضد بعض المرشحين إلى استعمال بعض المرشحين أنفسهم للعنف الكلامي والتحريضي، والنتيجة أنه من بين 76 بلداً جرت فيها الانتخابات رأينا حالات عنف في أكثر من 28 بلدة. هناك عدة أسباب لاحتدام المعركة الانتخابية المحلية أكثر من معارك محلية سابقة. شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك الذي تحول إلى ساحة شتائم، مسبات واتهامات وإشاعات، بدل أن تكون هذه الأداة ساحة لنقاش موضوعي ومثقف. والأنكى من ذلك أن البعض قد استعمل الأسماء المستعارة ومعها نشر الأكاذيب والاتهامات ضد مرشحين منافسين. غياب الخطاب الحزبي والسياسي وفي غالبية البلدات غياب الأحزاب نفسها عن الساحة إن وجدت، فقد انجرت وراء خطابات وتكتيكات عائلية.
تحسن الوضع الاقتصادي لغالبية المجالس والبلديات العربية مقارنة مع دورات انتخابية سابقة، الأمر الذي زاد من التنافس بين العائلات والقوائم المختلفة على موارد قليلة مقارنة بالسلطات المحلية اليهودية. وفي غياب مناطق صناعية في غالبية البلدات العربية، أصبحت سلطاتنا المحلية المشغل الأكبر. الأمر الخطير أن عائلات إجرام تحاول أن تحول بعض السلطات إلى ركيزة لعملها ونشاطها الاقتصادي. معركة الانتخابات وللأسف كانت عنيفة أيضاً في غياب سلطة القانون الرادعة وتقصير الشرطة الواضح في القيام بواجبها، ناهيك عن انتشار السلاح الذي يعزز الثقة عند البعض أنهم يستطيعون حل قضاياهم بأنفسهم وأنهم أقوى مع السلاح. والمؤسف أن عقلية اللجوء إلى القوة والعنف واستعمال السلاح موجودة ليس فقط في بعض أوساط الشباب الطائش والمشحون، وإنما عند بعض المرشحين والزعامات في بلداتنا. في غياب التحدي السياسي، العمل مقابل الحكومة أو الغالبية اليهودية بأحزابها، يبقى التحدي الاجتماعي المحلي، ومن المهم تحقيق الانتصار على العدو ابن العائلة الأخرى. هذا ما جرى في بلداتنا، وعندما واجهت جماهيرنا تحديا سياسيا واضحا كما جرى في غالبية المدن المختلطة، رأينا أن العنف يكاد أن يكون معدوما. هذا التحدي المهم أيضا أدى إلى وحدة العرب في غالبية هذه المدن، فقد رأينا أن معارك الانتخابات فيها كانت أكثر حضارية، مع العلم أن نسبة الإجرام والقتل فيها ليست في فترة الانتخابات هي الأكبر بين المواطنين العرب في البلاد. إن الإنجازات للمواطنين العرب في اللدي والرملة ويافا وغيرها جاءت على أرضية تسييس المعركة ووضوح الرؤية والمطالبة في هذه البلدات. كذلك فقد أسفرت نتائج الانتخابات عن مضاعفة عدد العضوات من النساء المتمثلات في المجالس والبلديات العربية. هذا الأمر مشجع، وخاصة أنه ينعكس إيجابيا على مستوى العنف في بلداتنا، فقد رأينا أن منسوب العنف قد انخفض في غالبية البلدات التي خاضت بها النساء معارك انتخابية، إن كان ذلك في قوائم نسائية أو في قوائم مختلطة. ولكي نحارب العنف هناك حاجة ملحة إلى التربية على الروح الديمقراطية وتقبل الآخر من جيل صغير، إلى رد الاعتبار للأحزاب والحركات السياسية وخوضها الانتخابات المحلية في كل بلداتنا، وإلى تسييس المعركة ومطالبة الشرطة بأخذ دور فاعل في المحافظة على النظام في بلداتنا، وخاصة في فترة الانتخابات. إذن انتخابات السلطات المحلية ما زالت تترك بظلالها، ورأينا هذا التحليل العنف، ومن الملفت في البلدات المختلطة رغم أن العنف هناك بالعادة هو الأعلى، ولكن لأن هنالك مسألة سياسية رأينا بأن الانتخابات أخذت بالذات هناك منحى جيد وطيب، ولكن في البلدات التي تسيطر فيها العائلية العنف هو سيد الموقف. نراكم بداية الأسبوع على أخبار طيبة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.